الرئيس السيسي يؤكد في حديث لصحيفة لوفيجارو أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات. الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومجلس الوزراء ينفي وقف بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية. وأشار الرئيس السيسي في حديث خاص نشرته صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم في ختام زيارة الرئيس التي يقوم بها لفرنسا إلى أنه ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها، وأيضا تدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية يمثل تهديدا وجوديا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم. استقبل الرئيس السيسي اليوم سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكد الرئيس السيسي أن النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها أن تتحقق دون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة إرادة الدولة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتسجيل تلك المؤشرات الإيجابية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامة سيادته بباريس وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وأكد الرئيس السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربا سيادته عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد. كما استقبل الرئيس السيسي صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية، وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال، مؤكدا سيادته ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي شددت على أن البوابة تعمل بشكل طبيعي دون توقف.